طحن الزعتر هو خام، كيف بمر مراحل الطحن في الماكينة؟ طبعا بندار في الجرون وبنزل شوية شوية في الماكينة منشان الدقة. أنا من دير الزعتر بالخلاط اللي هو بكون الزعتر الخام مضيوف له زيت زيتون. طبعا منشان ايش؟ نحط الكلفة تاع له نكهة خاصة مميزة. حتى الأجيال السابقة كانوا يقولوا للأطفال الصغار كلهم زعتر مشان الزعتر بيساعد على الحفظ مضبوط في مقوي للذاكرة. ملح طعام ومذاق طيب.